حذرت بريطانيا رعاياها من حاملي الجنسيتين البريطانية والإيرانية من السفر إلى إيران إلا بضرورة القصوى، مؤكدة أنها لا تملك سوى سلطات محدودة لمساعدة مزدوجي الجنسية إذا ألقي القبض عليهم. وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان إن وزير الخارجية جيرمي هانت اتخذ القرار بتحذير حاملي الجنسيتين البريطانية والإيرانية من السفر لإيران إلا لضرورة القصوى. وأضافت أن المواطنين البريطانيين الذين يحملون الجنسية الإيرانية يواجهون مخاطر السفر إلى إيران، حيث أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة، مؤكدة أن الدعم سيكون محدودا للغاية لمزدوجي الجنسية في حال اعتقالهم.